عام 2018 نقدر نلخصه في ثلاث كلمات: التحدي والعمل والإنجاز، وده طبعا في كل القطاعات على مستوى الجمهورية. عندك مثلا قطاع زي الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ 12 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية عشان تخدم الثورة الصناعية اللي بدأ تنفيذها في مصر، وأبرز المحطات سيمنز في بني سويف والبرولوس والعاصمة الإدارية، ده غير طبعا إضافة أكتر من 7500 ميجا وات للشبكة القومية. أما بقى الإسكان، فالشغل كان مستمر في المواقع 24 ساعة على مدار الأسبوع، وتم إنجاز 512 مشروع بتكلفة اقتربت من 50 مليار جنيه، منهم 144 ألف وحدة سكنية متوسطة واجتماعية لتحقيق حياة كريمة لأهالي العشوائيات ومحدودي الدخل. وتم تنفيذ وتطوير 40 مشروع مياه شرب و174 مشروع صرف صحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وبالنسبة لقطاع البترول والطاقة، فتم تنفيذ 19 مشروع بتكلفة إجمالية 9 مليار دولار، لكن المشاريع الأهم كانت للتنمية والتنقيب في حقول الغاز في البحر المتوسط وتعظيم الاستفادة من حقلي نور وزهر، وده طبعا غير التوسع في توصيل الغاز للمنازل في مختلف قرى ومحافظات مصر. ولأن شبكة الطرق هي شريان التنمية، فوزارة النقل بدأت مشروع قومي للطرق وعملت 26 مشروع عملاق بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، بالإضافة لإنشاء وتطوير أكثر من 2500 طريق بالتعاون مع وزارة الدفاع، وكمان تنفيذ 41 كوبري ونفق ومحور. مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها. ده غير ان مصر طبعا بتشهد ثورة صناعية بعد توجيهات الرئيس لخلق طفرة في مجال الصناعة، فتم تنفيذ 9 مشروعات كبيرة بتكلفة 4.7 مليار جنيه، وابرزها المجمعات الصناعية بالرسوة وبدر والسادات، ده غير توفير المرافق في اكتر من 3 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية. مجمع بصراحة حاجة يعني في قمة العبقرية اللي بتحصل في مصر بصراحة. الشهرين اللي فاتوا دول جالنا ناس من اسبانيا، جالنا ناس من ايطاليا، الناس برا عجبها المكان جدا يعني. هو الناس دي ما بتديش وكالات بسهوله يعني، لازم تشوف مكان متجهز صح، في سيفتي صح، في فاير سيستمز موجوده، الكلام ده كله بصراحه احنا ما عملناش فيها حاجه. طبعا انت لما بتدخل حاجه على انها قطع غيار وتصنعها في مصر بتبقى فايده لمصر، انت شغلت الناس. انا المصنع بتاعي بيعمل اقمشه تريكو متنوعه خام. انا رحت الصين 2001، قعدت 17 سنه في الصين، كنت ماسك مجموعه شركات، ربنا كرم وكنت مقدم على المصنع، جاء المصنع فقلت استقر واعمل حاجه ببلدي. احنا بنصنع محطات خرسانه جاهزه، احنا ما كناش لاقيين مكان نشتغل فيه، مكان زي ده كان مكان كويس خالص ان احنا نعرف نشتغل فيه ونعرف نبين فيه شغلنا، احنا كناش عارفين يعني، كنا شغالين في الخلا بعد كده. وفي اطار خطه الدوله بقى لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، فتم انشاء اكتر من 22 الف فصل و38 مدرسه يابانيه ومحو اميه 250 الف مواطن وتدريب وتاهيل اكتر من 850 الف مدرس. مستوى التعليم الجامعي بقى، فتم إنشاء أكتر من 19 كلية حكومية جديدة وافتتاح جامعتين في مطروح وفي الوادي الجديد، بالإضافة لإنشاء 4 مستشفيات جامعية وإجراء أكتر من 880 ألف عملية داخل المستشفيات الجامعية. وفيما يخص الزراعة، تم تنفيذ 15 مشروع بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وكان أهمهم مشروع الصوب الزراعية والتعاقد على أكثر من 281 ألف فدان من مشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة للانتهاء من المرحلة الأولى لتنمية الثروة الحيوانية. أما الإنتاج الحربي فنفذ 25 مشروع بتكلفة 3.3 مليار جنيه، منهم 11 مشروع استثمار حربي ومشروعات لصالح وزارات ومحافظات أخرى. وكمان وزارة التنمية المحلية نفذت 22 مشروع بتكلفة 2.4 مليار جنيه، أهمها كان رصف ورفع كفاءة 600 كيلو متر ومنح قروض ميسرة ل 62.500 ألف مشروع لتوفير حوالي 13 ألف فرصة عمل. والتحقيق بقى رعاية صحية أفضل للمصريين، فتم تنفيذ 145 مشروع بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وكمان تم إنشاء وتطوير 73 مستشفى وعلاج 530 ألف حالة مصابة بفيروس سي.
وكمان إجراء 65 ألف عملية جراحية في المبادرة الرئيسية للقضاء على قوائم الانتظار، وكمان تم إطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي نهائيا والكشف عن الأمراض الغير سارية. مصر جاية، مصر جاية بالإيدين المصراوية، شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي، مصر جاية، مصر جاية. أما بقى بالنسبة للآثار المصرية، فعام 2018 كان عام سعيد عليهم، لأنه تم افتتاح 15 مشروع أثري و6 معارض أثار خارجية، والإعلان عن 40 كشف أثري آخر، واسترداد أكثر من 200 قطعة أثرية مهربة من مصر، واستكمال العمل في مشروع المتحف المصري الكبير وتطوير هضبة الأهرام. ولأن الشباب هم المستقبل، فوزارة الشباب والرياضة أنشأت وطورت 7 نوادي ومراكز شباب و4 مدن شبابية، بالإضافة لأكثر من 300 ملعب خماسي. وفي مجال التضامن الاجتماعي، تم تطوير وميكنة برنامج تكافل وكرامة وتطبيق برنامج سكن كريم لغير القادرين، بالإضافة إلى إطلاق حملة 2 كفاية لتنظيم الأسرة وكبح النمو السكاني، واللي بيعتبر أكبر التحديات اللي بتقابلها مصر منذ عقود. وكمان وزارة الداخلية قامت بتطوير ورفع كفاءة 53 منشأة شرطية وضبط 90% من الحوادث الجنائية الهامة. وفي التموين زاد الدعم عشان يوصل ل 87 مليار جنيه تقريبا، وتم الانتهاء من تنفيذ 4 مناطق تجارية لوجستية جديدة، وكمان انشاء وتطوير عدد من صوامع تخزين القمح. اما بقى وزارة القوى العاملة، فوقعت 85 اتفاقية عمل، وتم تشغيل اكتر من 263 الف عامل بالقطاع الخاص، وكمان اكتر من 200 الف عامل خارج مصر، وده كله ضمن خطة للحد من البطالة. وفيما يخص الاستثمار وجذب المستثمرين ورجال الأعمال، تم الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد وإنشاء 7 مراكز لخدمة المستثمرين بنظام الشباك الواحد، وإقامة 3 مناطق استثمارية جديدة، وده نتج عنه تأسيس 19 ألف شركة جديدة في مصر. وعشان مصر ترجع كدولة رائدة للسياحة في المنطقة، فبذلت وزارة السياحة مجهودات كبيرة جدا، خصوصا في معارض السياحة الدولية في لندن وبرلين، وبالفعل حدثت الطفرة وزاد عدد السياح 50%. وزارة الدفاع بقى قامت بتنفيذ 56 طريق و23 كوبري و22 مشروع في مجال الرعاية الصحية، وكمان 49 منشأة تعليمية و10 مشروعات صناعية و23 مشروع لتحلية مياه البحر. عام 2018 كان ناجح على كل المستويات، لأن إجمالي عدد المشروعات اللي تم الانتهاء منها لغاية دلوقتي 1704 مشروع بإجمالي تكلفة 311 مليار جنيه، بالإضافة ل 410 مشروع تم تنفيذهم بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. أما عن المؤشرات الاقتصادية، فمعدل النمو الاقتصادي وصل لأعلى مستوى من 5 سنين ب 5.3%، ومعدل التضخم انخفض 2.5% عن 2017، وكمان نسبة البطالة وصلت ل 9.9% كأقل نسبة منذ عام 2013، وارتفع الاحتياطي النقدي لأكثر من 44 مليار دولار بفرق 30 مليار عن 2013. كده يبقى تحديات وإنجازات 2018 انتهت، عشان ندخل 2019 بأمال وإنجازات أكبر.